اليوم المفروض اني اسجل فيديو للعبة رعب، وكان المفروض انه هاي اللعبة تكون لعبة سلندرمان. يا اخوان اللعبة مش طبيعية، اللعبة مرعبة لابعد الحدود، لعبها بندريتا وخاف، لعبها سيد وخاف، ما حد لعبها الا ما خاف من اللعبة. فقلت يب يو لوك لايك مانكس ميستيك مان. او خلاص كل يوم بدك فري فاير، كل يوم فري فاير، زهقنا بطل في محتوى. واول ما جيت ابلش لقيت قارينا منزلين حدث جديد اسمه متجر رمضان، واخيرا لقينا محتوى، في شيء جديد نعمل عنه فيديو. طبعا انا ما شفت الحدث لسه، انا من مخي بحكي انه متجر تخفيضات. احسن لك يا قارين انه يكون حدث كويس لاني طيعت فيديو سلندرمان عشانه. فجهزوا حالكم وجيب معك النسكافيه. نسكافيه مين؟ احنا رمضان يا حبيبي. واذا كنتوا جاهزين يلا نبلش. خلنا فري فاير وهي شوف ما شاء الله ما شاء الله ايش الحلاوه هاي. طلع حركه الاسطوريه، طلع مع منيح علشان شهر رمضان. شوف حنزلوا خلفيه جديده عشان رمضان. ما شاء الله ما شاء الله قارينا، احنا وصلنا نص شهر رمضان وهسه جايين تنزلوا خلفيه لرمضان؟ مشان الله صحصحوا، مشان الله انتم شغالين على انترنت اكسبلورر ولا ايه؟ وانا بقول ليش البنج عندنا عالي، سيرفراتهم انترنت اكسبلورر ما شاء الله. اقول خلينا نسكت بلازم نطلع من الشراكه. الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه على الاضافه. احلى شيء نزل بتاريخ فري فاير هاي الخلفية. طيب وخلينا ندخل هسا على عن شو كان فيديو اليوم؟ خلينا نشوف متجر رمضان، ليتس جو. اوكي هذا المتجر غريب شوي مش فاهم ايش فيه. لحظة شوي ايش في اوكي هي الاحداث. هون في عنا بيج داي، اعطونا مقلاي. لا يا اخوان وين السكنات؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ حدث مجاني ولا ايش؟ طلع 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 التمر اللي قعدنا من اول رمضان انجمع هون بتبدل. اوكي والله شغلة حلوة. وانا شفتهم تعبانين كثير في الستوري ومغلبين حالهم وعاملين السكنات، بالاخر فيش سكنات. لا هيهم هيهم السكنات موجودة هون، وينها؟ اوكي بعد بحث طويل وبعد عناء طويل اكتشفت انه هون موجود الستور. طلع هيو تحت اسمه رمضان ستور. خلينا ندخل، لا خلينا نشوف السكنات. اوكي وين السكنات راحت؟ لحظه شوي لحظه شوي. لا 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 مستحيل، انا بحلم يا اخوان بس مش عارف كيف اصحى. معقول معقول قارينا قاعد توزع جواهر؟ الله 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 لا 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 والله توقعت اشياء كثير بس ما توقعت انه هذا يصير. ابدا ما توقعت انه قارينا تيجي عليها يوم توزع جواهر هيك لله. والله العظيم جد لا 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 هاي مش قارينا اللي بعرفها. انا من الفيديو الماضي وانا بحكي انه شركة قارينا انباعت لابصر مين. هاي مش فري فاير، فري فاير اللي انا بعرفها مش هيك بالمرة. هاي ماين كرافت ولا ايش ما بعرف بس مش فري فاير. وين راحت فري فاير؟ خلينا ادور عليها. والله كفو والله عملوها يا اخي. هذا متجر العيد مش متجر رمضان، قاعدين يوزعوا علينا عيديه. طب وين السكنات راحت؟ اهبل ايش انت يا دراجون ووف، قاعدين يوزعوا لك جواهر مجاني وتقول لي وين السكنات؟ خلينا نشوف شو المهمات شو لازم نسوي. اوكي لوجن ايوه حلو. هي اعطونا 10 جواهر بس عشان سجلنا دخول. والله حلو بلاي 1 جيم، انا بلعب لك 20 جيم هسه مش جيم واحد. لحظه بس لحظه شوي بس هدي هدي، شو كانت المهمات الثانيه؟ خلينا نعمل كل المهمات بجيم واحد. جيب 3 كل والعب لمده ربع ساعه. انا لي 4 سنين بلعب فري ارجع تقول لي العب ربع ساعة. واحد بويا. اوكي كل المهمات هاي راح اجيبها بجيم واحد بس، جيم واحد مش محتاج اكثر من هيك. خلينا نلبس السماعات ونجهز حالنا وقعد فيها مرة ثانية. لا 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 مستواك متراجع يا عزيزي. 3 2 1 يلا نبلش. طبعا يا اخوان مهمتنا واضحة، مهمتنا واضحة، نلعب جيم ونجيب 3 كلات والله نسيت المهمات. المهم بدنا نلعب هذا الجيم وهنا بدنا ننزل على السريب زي ما احنا متعودين. طيب وين السريب؟ يعني المفروض ننزل على السريب. هاي شو خلى السريب؟ يا بيي بدي سنه لاصل السريب على هالحاله. اوكي ما معناش ناس كثير، لا معنا سكواد كامل هون نازل معي. اوكي برافال حلو والله. يلا حسن بلكي نجرب سكنات الحاضنه. اوكي اوكي لا ما راح نجرب انه لقيت امفور يا صاحبي. اوكي في واحد عندي، في واحد عندي هون. وين سامع صوت 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 خزوات عندي. لا لا اوبا عندي سكواد كامل وراي وانا مش منتبه. لا والله العظيم انه اسطوره ملك فري فاير. خلينا نجرب جيم ثاني. طبعا نزلنا كمان جيم ثاني وراح ننزل مره ثانيه على السريب. بس تعرف شو اللي بيفرق بهذا الجيم؟ هاي المره لعبت سولو مش سكواد، وبرضه كمان هاي المره راح نفوز فيها 100%. خلاص مهمات سهله مشان الله. بعدين فيش حد نازل معي الا واحد. شوف مسكاه مسكاه لحاله نازل معي. تا بعدين شو السكنات الاسطوريه اللي لابسها؟ ايش السكن الزاري يا زلمه؟ هذا انقرض ب 2018. اوكي لا 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 المره الجيم ايزي. خلينا ننزل زي هون. بعدين ليش الحيوان الاليف ليش اسمه حسون عمي؟ انا مش المفروض اني غيرت اسماء الحيوانات الاليفه. هذا بني ادم جاني هون كيف بان انه ما الحيوان الاليف. كان جيني بوكسات بلعب عليه بوكسات. تعال تعال بتخوت عليه وبضرب بوكسات ولا قاعد تيم؟ انا مش عارف بيبي انا عندي مهمه، انا عندي 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 جواهر بدي اكسبها مش فاضي اتيم. لا 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 بضرب بوكسات بضرب بوكسات. لا بتيم. هلا حبيبي هلا والله بس يا حبيبي عندي جواهر. باي باي حبيبي. اوكي انا اسف ام سوري مان ام سوري مان.
انا ما كان قصدي اني اقتلك، بس كان في جواهر بتستناني يا صاحبي، شو اسوي لك؟ خلاص ام سوري، انا اهدي هذا الفوز لي مش عارف شو كان اسمه اللي قتلته. اوكي في واحد فوق، في واحد فوق، بس خليني اخذ هاي القطعه قبل ما اروح عليه. تعال يا حبيبي، تعال على عمك، تعال يا بعد قلبي، ايوه قاعد يقرب، تعال تعال اشلبه رينج. ايوه لا 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 ايش فيه؟ انا شفت واحد هناك مش عارف ليش. لا 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 كسر الثلج، كسر الثلج. ايش شايل سلاح؟ ايش السلاح اللي شايله اللي بيكسر الثلج بطلقتين؟ لا اطلع اكل هيد طلقه، لا طلقه واحده بس طلقه، اكل هيد ثاني. ابلع ابلع حبيبي، اقعد مكانك، اقعد لعمك دراجونوف. اوكي لا هات لي سلاح، هات لي هذا، سيب السلاح الجديد، سلاح جديد. هو كويس، بديش اقول انه بيض، هو كويس بس انا مش صحبه معه، ما لحقت اتدرب عليه. يلا هينا جبنا كلين، ضايلنا كل واحد بس، كل واحد بنخلص المهمه، وبرضه لازم نكمل الجيم ولازم نجيب البويا. يلا والله مهمات ايزي، اليوم بجيب 3-4 بويا على الاقل. اوكي بس انا خايف اني اخلص البويا بدون ما اقتل ولا واحد، والله على حظي اه بتصير. انا مش هامني شو شايل اسلحه، المهم اني اكمل الجيم. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو، بدنا جواهر مجانيه، بدنا جواهر ببلاش، ليتس جو. انا نسيت اني بالشراكه. اي واحد اي واحد، هيا تعال تعال. لا لا شكرا متيمين، شكرا اثنين متيمين. لا 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 معلم انت سكايلر تبعتك ما شاء الله، ملك سكايلر انت. تعال انت تعال انت تعال انت حبيبي، تعال تعال. هلا والله. لا 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 امل امل، كمان واحد كمان واحد بيقطخ علي. خلنا نهرب خلنا نهرب خلنا نهرب خلنا نهرب. لا لا جاني جاني هرب. ابلع ثاني. وين وين هاي جبنا 3 كل، والله كفو. انا هسه استوعبت الفكره. لا لا مال الحكم، مال المحاكي، خوان المحاكي قاعد يا اخوان. انا مش هيك بلعب. لا مع اس اي تي اخوان، مال المحاكي، محاكي قاعد يقطع بشكل مش طبيعي. حلو الاخير، أو كمان واحد. اطلع لعمك اطلع لعمك، ايش بتسوي قاعد؟ شو بتسوي يا حبيبي؟ اطلع لعمك وريحنا. اوكي جبنا 5 كل بدل 3 كل، والله كفو. يلا جواهر يا كبير، جواهر يا كبير، وانا عارف اني بالشراكه بس يلا ماشي، اي شيء ببلاش كثر منه. والله لها طعم مختلف لما تاخذ جواهر ببلاش يا اخي. يا اخي التسعه اللي ظلوا بالجيم بيخلصوش، الي ساعه قاعد العب ولسه ما خلصوا. اي واحد اي واحد اي واحد. لا 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 بدنا نفوز بدنا نفوز. لا 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 فتحت سكالر حالي، بالله عليك يا المحاكي زفت، يا محاكي يا زفت يا بلو ساكت. بعدين محاكي قاعد يخرب هسه عدوري، ايش فيه؟ ابي في واحد بالسياره، في واحد بالسياره، شكلها سياره. اوبا سياره مفتوحه، سياره مفتوحه. لا 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 الايم يا ربي طلع، والله ماني عارف كيف طلع منها، هذا امه داعيت له على الاخر. وين هي هي؟ لا اوكي اوكي اوكي. ايه عمين جاي عمك دراجونوف، ضايل 7 ولا عليها الجيم ما بيخلص. تعال في واحد، في واحد، في واحد هون، في واحد هون. تعال 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 ايوه. اوه ماي جاد، والله كفو. بعدين ايش الايو هاي؟ كانت حلوه الصوريه الايو. سنايبر من وين بتخ؟ من اي جهه بتخ سنايبر؟ وك بتخ علي سنايبر؟ لا ولا ولا اي سي ايت، مش عارف اسبخ، مش عارف ايش بسوي. ابني حلي ايش بتعمل؟ لا بلعب سنا، اوب 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 دمي دمي. لا لا بربك بربكو بربكو يا رب. معه سكالا، معه سكالا، بس بقدرش تخني. اوكي لحقت حالي، ما يمسك على الايم يا حبيبي، معي شنو ثلج وحده واحده واحده بس سنايبر. لا 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 حوطوني حوطوني. لا 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 حبيبي بربك 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 هدي، شكلك متحمس كثير. والمحاكي بعلق بربك يا المحاكي، يا رب قنابل توصل. يا باي افشل لاعب قنابل، نفسي اقتل بني ادم بقنبله، نفسي بحياتي. ايوه يطلع يطلع يطلع. انا لك انا لك انا لك. لا اوبا لا 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 هدد ظل طلق، مات شكله. لا ما مات يا اخي، كيف ما مات؟ كم دمه هذا؟ لا لا انا ما فتح اوبن، انا اوبن انا اوبن انا اوبن انا اوبن. الله صل الزون صل الزون صل الزون على السريع. ايوه يا عزاوي هاي، كم دمه هذا؟ يا اخي بيموت شو البني ادم. يلا 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 يلا، اذا ما مات مني لازم يموت زون. كم دمه هالانسان هذا؟ ولا معقول مات من ورا الثلج؟ والله شكله مات من ورا الثلج. هاي ظل عايشين 3. اوكي خلينا نضل اراقبه بلاش ما يكون قاعد يعبي دمه. لا 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 خلاص مات، مستحيل يضل هسه. يا حبيبي الفايت على الجسر وانا برا الجسر، يا حبيبي كيف راح اصل هالفايت هذا؟ اوكي اسمع اسمع، خلينا بالمي، خلينا نلعب على الدم. يا حبيبي ما معيش الا
جن دم يا رب يكونوا هون ولا يكونوا على الجسر. خلينا نستكشف المنطقه على السريع قبل ما بلش الزون. بلش الزون بلش الزون. لا 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 هيدم هيدم سريع 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 بربك المحاكي مش وقتك تعلق. اوكي اوكي ضل اخر اثنين اخر اثنين غيري. وين كبسه الزلاجه؟ ليش مش مطلع كبسه الزلاجه انا حبيبي؟ ثواني خلنا افتح اعدادات المحاكي على السريع. اخر واحد هناك بلي على اليابسه يا حبيبي. ثواني افتح اعدادات المحاكي يا اخوان على السريع السريع. افتح اعدادات المحاكي. لا مش اعدادات المحاكي يا ابن الحلال. نفتح اعدادات اللعبه. اوكي يا رب ما يشوفني يا رب ما يشوفني. ليش حاط الحس ليش حاط الشفافيه لهالدرجه شفافه مش عارف. سيف اوكي هيك الامور حلاوه. الاخير راح يكون ورا هذيك الثلج بالغالب. وين بده يكون غير هنا؟ ما خلي سكايلر تحمل ورمي عليه سكايلر على الثلج هذه. قول له انا خايف انه هو موجود بس انا مش قادر اشوفه. طيب هاي سكايلر حمات. لا الثلج مقلوب. الله اكبر هي ابي موت. يا الهي يا الهي يا الهي هالجيم انا فزت مع اني على المي. يا الهي والله كفو والله كفو. هاي نعمل لنا المهمات يا كبير. يلا خلينا نشوف الجواهر. اوكي وهينا سوينا المهمات. وين وين الجواهر وين الجواهر؟ انا بدي هسه 1000 جوهر هسه بحسابي 10 20 30 بس. اوكي طب يلا نعمل كليم كليم كليم. يلا 60 جوهره ولا البلاش 60 جوهره ولا البلاش. طب ليش ما زادوني جواهر؟ مش عارف شوف لساتني صفر. اوكي بحكي لك لازم تجمع 100 حتى تقدر تحولهم لتوكنات صح. يا الله العجق يا الله ثقلت الدم بس. طيب طب بعد ما نجمع الجواهر ايش نسوي فيهم هذول؟ ايش نسوي فيهم الجواهر هذول؟ لا 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 تحكي لي لا تحكي لي هاي توكنات من الجواهر. اوعى تحكي لي. لا 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 لحظه شوي. اوكي في هنا ستور. ايوه اوكي. لا اوكي انا تشوش. ثواني شوي بدي 5 دقائق افكر افهم ايش قاعد يصير بعدين برجع. طبعا بعد ما رجعت واستوعبت ايش اللي بيصير. طبعا يا شباب هذا هو عن جد طلع متجر يعني متجر غامض بس ما فيه لا تخفيض ولا اشي. الفكره بكل بساطه انك انت بدك تعمل المهمات اللي عملناها قبل شوي كل يوم. يعني شوف كل يوم عندك تقدر كل يوم تقدم 110 او 120 توكن مع هذول المهمات. تعرف تعطي كود لصاحبك وتاخذ 30 نابر انسى. المهم بتعمل هون المهمات تعمل اكستراكت توكن وبعديها هون بيطلع لك متجر كامل متجر كامل طلع فيه. اوه لا والله اجدع من المتاجر العاديه يا رجل. طلعت قديش فيه رقصه فيه رقصة. فيه توكنات تطوير فيه كل اشي فيه رومات فيه كل اشي حرفيا. وشوف في عندنا هون قسم للبندلز لسه. ايوه ايوه هي هم السكنات تبعت المتجر تمام. هاي وفي كمان هون سكنات ثانيه مش عارف متى نزلت. هاي مش عارف هاي سكنات من المتجر ولا ايش؟ لحظه اتوقع انه هذول سكنات المتجر. والله سكن الشب حلو حلو بصراحه حلو. وهذول سكنات نازله من زمان او مش عارف هي جديده ولا لا. هون في سكن استغفر الله العظيم في رمضان في رمضان في رمضان. لا 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 استغفر الله متجر رمضان بيحطوا لك فيه هيك سكنات. انا ما مر علي شركه زي شركه جارينا اقسم بالله العظيم يا رجل. يعني فوق ما هم منزلين المتجر متاخر كمان حاطين لنا هيك سكنات. لا 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 عيب عليك يا جارينا عيب عيب. لازم يتحسن هاي الاشياء هاي المناظر ما لازم نشوفها برمضان. يعني شوف نزلوا سكنات زي هيك اطلع ما شاء الله عندنا سكن للحيه عندنا سكن للحيه هاي مناسبه لرمضان تمام. والله عند لعب المهمات زي زيكم علشان اجيب هاي اللحيه. اللحيه اقسم بالله اسطوريه من عالم اخر. طبعا انسى انه انا عندي هوايه تجميع اللحى بحب اجمع اللحى الموجوده في فري فاير ما اعرفش ليش بس بحبهم. وبرضه عندنا سكنات ثانيه وبرضه مره ثانيه استغفر الله. يا اخي ليش يا قارينا يعني ما لقيتكم بين كل السكنات ما لقيتوا هذا كان نزلتوا مثلا الكريمنال ما لقيتوا غير هذول السكنات استغفر الله. ارفع 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 بلاش ما تفطر الشباب الصايمه. اوه عندنا سكن ليجندري. لحظه شوي مش هذا سكن النمله ولا بتهيألي هذا شو اللي خلاه ليجندري؟ يا اخي هذا السكن هو جانب بلاش والله ما بجيبه. شو اللي خلاه ليجندري انا مش فاهم. بس شوف يعني تقريبا معظم سكنات المتجر حاطينها هون. شوف هي هيك السكنات الصح. عندهم سكن تبع قناع دراجونوف الاسود. يا اخي ليش مش راضي يفتح السكن مش عارف ليش. وفي ايش في والله في اشياء كثير صراحه بامكانك تستغلوها. عندنا كوليكشن هون شوف عندنا هون تشكيله واسعه من الشناتي وسكنات السيارات وكل شيء في هاي الشنطه النادره والله كفو. لا يا اخوان صراحه هذا المتجر اللي مطفرين بصراحه متجر اسطوري ما راح اتخوف. انا كنت حاب الاقي شيء اتمسخر عليه هون بس لا جد المتجر كويس يعني ليش الكذب. يعني المتجر رهيب للامانه يعني بعيدا عن المزح والهبل وعشان بدنا نضل بالشراكه. وشوف يعني تقريبا فتره اسبوعين يعني بامكانك تجمع اشياء كثير. وصح ملاحظه زي الزفت زي الكندره الجواهر الموجوده هون تستعملهم بس بالمتجر. بس بالمتجر موجود هون وما تقدر تستخدمه الجمله جواهر حقيقيه. اوكي عشان هيك لا ترفع سقف طموحاتك شوي خلي ضمن المعقول. اوكي يا شباب وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم. طبعا فيديو الام بي 5 المطور هيني توني شفته هون. فيديو الام بي 5 المطور راح ينزل ان شاء الله قريبا على القناه بس ما راح يكون في الفيديو الجاي لانه الفيديو الجاي راح يكون للعبه جديده وبالغالب لعبه روب لعبه سلندرمان يا كبير. واذا عندكم اقتراحات لالعاب ثانيه اكتبوا لي تحت في التعليقات. وكان معكم دراجونوف ودمتم في رعاية الله.